بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال ابن كثير رحمه الله قال: يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأن الدين المقبول عنده محصور في الإسلام، وأنه سبحانه وتعالى سد كل الطرق إليه إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اتخذ دينا غير الإسلام فلن يقبل منه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى قال: ومن يبتغي، أي يريد أو يعتقد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، يخسر ويعاقب في الآخرة لأنه اتخذ دين غير مقبول عند الله. جابر بن عبد الله يروي حديث يقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده نسخة من التوراة، فقال: يا رسول الله، هذه نسخة من التوراة أصبتها من رجل من أهل الكتاب، أعرضها عليك؟ فسكت صلى الله عليه وسلم، فأخذ عمر يقرأ في التوراة، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا غضب يتغير وجه صلى الله عليه وسلم، وعمر الخطاب يقرأ ولم ينتبه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ثكلتك الثواكل لعمر. فرفع رأسه فإذا وجه النبي متغير، فقال: نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسول الله، لا إله إلا الله، آمنت بالله وبرسوله وبكتابه، آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعمر: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون أو متحيرون أو متشككون فيها يا ابن الخطاب في هذه الشريعة؟ والله والذي نفس محمد بيده جئتكم بها بيضاء نقية خالصة صافية واضحة. أو متشككون فيها أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفس محمد بيده لو صبحكم موسى واتبعتموه وتركتموني لضللتم. لو موسى أو التوراة، لو موسى لضللتم، ولو موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. إذن هذا هو دين الحق، هذا هو دين الحق. الآن يقولون الأديان السماوية، هل هناك أديان سماوية؟ إذا قلنا أديان سماوية، إذا قلنا بتعدد الأديان، هذا القول يؤدي إلى تعدد الآلهة. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو مصدر هذه الأديان كما يقولون، إذن الدين واحد لأن المصدر واحد، فلذلك هي أو هو دين واحد، دين واحد الإسلام. هو سماكم المسلمين من قبل إبراهيم، كان مسلم عليه السلام، وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، جميع الأنبياء، الدين واحد. ولقد أرسلنا في كل قرية في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، كلهم دعوا إلى التوحيد. إذن دين واحد لكن الشرائع مختلفة. لذلك قال عيسى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة. عيسى يقول من التوراة، أي ليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن الشرائع مختلفة لكن الدين واحد، هذا هو الأصل. لكن
هذه الأديان أو هذه الشرائع النصرانية واليهودية باطلة أو لا يجب اتباعها. لماذا؟ هل لأنها حرفت؟ ها؟ لا. ها؟ لأنها نسخت. لا يجوز الآن النصراني لا يجوز أن يتبع النصرانية ولو كانت حقه، لأن دين الإسلام أو شريعة الإسلام نسخت هذه الأديان. لذلك قال: ما يسبع مي والذي محمد بيده، ما يسمع بي يهوديا أو نصرانيا، ولا يتبع ما أرسلت به إلا كان من أهل النار. هذا نص صريح وواضح. اليهودي والنصراني يجب عليه أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ما معنى مهيمنا عليه؟ أي ناسخ له. فالقرآن ناسخ للكتب السماوية، وشريعة محمد خاتم الأنبياء، ما معنى خاتم الأنبياء؟ أي نسخ جميع الرسالات. فلذلك لا يجوز القول بالأديان السماوية لأنه دين واحد، ولا يجوز اتخاذ هذه الشرائع ولو كانت صحيحة لأنها منسوخة، نسخت، نسخها الله سبحانه وتعالى بدين محمد صلى الله عليه وسلم وبرسالة محمد، والقرآن نسخ جميع الكتب. الآن يقولون: ولا تجادلوا، أو يقول سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فنحتاج إلى الحوار مع الأديان، حوار مع الأديان. إذا كان المقصود بحوار الأديان دعوة الكفار أو دعوة النصارى إلى الإسلام، فهذا صحيح ومطلوب شرعا، الدعوة مطلوبة. لكن إذا كان المقصد من حوار الأديان، مكتب حوار الأديان، إذا كان المقصود منه والله ما دين وإحنا دين سماوي، مع دين سماوي نقعد وياهم، كلامهم صحيح وكلامنا صحيح، ما حد أحسن من أحد، كلنا نفس الشيء، ما في دين باطل ولا دين حق ولا شيء، هذا كفر. الحوار مع الأديان إذا كان المقصود منه الاعتراف بهذه الأديان فهذا كفر، لا يجوز الاعتراف بهذه الأديان. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وصفهم بأنهم كفار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب، ما وصفهم بدين سماوي، قال كتاب سماوي، فهم أهل كتاب سماوي وليسوا أهل دين سماوي. فيجب أن نفرق بين هذه الأمور. والبيت الإبراهيمي هو الخطوة العملية التطبيقية لمكتب حوار الأديان. بعد حوار الأديان نصلي مع بعض ونعبد الله مع بعض، عبدت الله بالطريقة اليهودية النصرانية الإسلامية كلها واحد. ليش؟ لأن الأديان سماوية. وقلنا هذا لا يجوز. الآن يقولون: يجب احترام الأديان. تبين احترم دينك؟ لازم تحترم ديني. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الله يقول هو كافر قال هذه الجملة، وأنا أقول له: والله هذا كلامك، الله ثالث ثلاثة على عيني وعلى راسي، أنا أحترم هذا القول، أحترم. هذا كفر. تحترم؟ لا يجوز تحترم هذه الأديان، الأقوال الباطلة والمذاهب الهدامة، لا يجوز. وقالوا اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن. أنا أقول له: والله أنت تقول للرحمن ولد، ها؟ على عيني وعلى راسي كلامك هذا، إن الله له ولد. يقول الله عز وجل في الحديث: شتمني عبدي وما ينبغي له
أما شتمه إياي فقوله إن لله ولد، يشتم الله عز وجل ويسب الله عز وجل، وأقول أنا أحترم هذا الكلام وكلامك هذا على عيني وعلى رأسي، هذا لا يجوز، هذا حرام، احترام هذه الأقوال الكافرة لا يجوز شرعا. الله سبحانه وصفهم كالبهائم، قال أو هم أضل على عيني والرأس، وصل القمر. شخص أحترم شخصه لكن ما أحترم هذا المعتقد، هذا المعتقد لا يجوز احترام، الكفر. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.